أمضى سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه، وبعد ذلك أوحى له ربه بأنه لن يؤمن أحد من قومه غير الذين آمنوا. فدعا نوح على قومه بوحي من الله تعالى: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. فاستجاب الله تعالى إلى دعاء نبيه نوح عليه السلام، فقال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ألا تبتئس بما كانوا يفعلون، أصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ويتفق الكثير من العلماء على أن كل البشر الموجودون الآن على الأرض من ذرية نوح عليه السلام، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. قال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: لم تبقى إلا ذرية نوح عليه السلام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: الناس كلهم من ذرية نوح. وقال الطبري: الناس كلهم من بعد مهلك نوح إلى اليوم إنما هم ذرية نوح. فالعجم والعرب أولاد سام بن نوح، والترك والصقالبة والخرز أولاد يافت بن نوح، والسودان أولاد حام بن نوح. وبذلك جاءت الآثار. كان لنوح أربعة أبناء هم سام وحام ويافت ويام، وهو المعروف باسم كنعان. أما سام فقد كان أكبر أبناء نوح عليه السلام، حيث إن عمره كان قد بلغ حوالي 98 عاما عندما حدث الطوفان العظيم، وقيل 500 عام. وولد لسام أبناء خمسة وهم أشور وعيلام وأربجشاد وأرام ولود. والاعتقاد السائد أن من سلالة سام تناسل كل من العرب والآشوريون والعبريين بالإضافة إلى الآراميين. أما الابن الثاني من أبناء نوح فهو يافت، وهو الابن الأصغر من أبناء نبي الله نوح عليه السلام، وهو الذي يعتقد أنه الجد الأكبر لكل الشعوب التي تعيش في القارة الأوروبية. ومن هذه الشعوب الأكراد والسلوفاكيين والطليان والألمان والإيرلنديين والهنغاريين واليونانيين والفرس وغيرهم من الشعوب. ولقد ولد ليافت أبناء سبعة، وهم جومر وتينيراس وماجوج وجافان وميشيخ وتوبال وماداي. الابن الثالث من أبناء نوح عليه السلام هو حام، وهو الذي تناسلت منه شعوب القارة الأوروبية. ولقد تناسل منه كل من الأمازيغ والمصريين وقليل من اليهود. الابن الأخير من أبناء نوح فهو كنعان أو يام، وقد ذكر أنه مات كافرا حينما رفض أن يركب السفينة مع نوح عليه السلام. أما الرواية الإسلامية فقد تقاطعت مع هذه الرواية في عدد كبير من النقاط،